النهاردة في الدرس بتاعنا اسمه Family Responsibilities. Family Responsibilities. Family يعني أسرة. Responsibilities يعني إيه؟ مسؤوليات. هنتكلم في الجزء ده على مسؤولية كل فرد في الأسرة. Responsibility اللي على كل member من الفاميلي members. كل واحد في الأسرة عليه مسؤولية بتختلف حسب سنه وحسب قدراته، لكن لازم كلنا نتعاون في المسؤوليات اللي ما بيننا. ده موضوع الاكتيفيتي بتاعنا. الاكتيفيتي هنا بيقول لي read the following paragraph that shows the responsibility of Shadi's family members, then underline the responsibilities that Shadi can do or help in. Read the following paragraph. هنقرأ الباراجراف اللي تحت ده. That shows اللي بيورينا the responsibilities المسؤوليات of Shadi's family member المسؤوليات اللي على أسرة شادي. Then underline the responsibilities. Underline يعني هنحط خط تحت إيه؟ responsibilities أو المسؤوليات that Shadi can do or help in اللي شادي يقدر يعملها أو يساعد فيها. شادي قدنا كده في primary 2. احنا دلوقتي هنقرا الباراجراف وهنشوف ايه responsibilities اللي موجودة فيه، بعدين هنعمل underline responsibilities اللي احنا شايفين ان شادي ممكن يعملها لوحده او حتى ممكن يساعد في ان هو ينفذها. وزي ما اتفقنا شادي ولد صغير في primary 2 قدنا. تعالوا نشوف الباراجراف. My name is Shadi and this is my family. My mom and dad work during the day. All my family members help each other in my house. Every day I wake up early and tidy my room. تاني. My name is Shadi. أنا اسمي Shadi. And this is my family. ودي أسرتي. My mom and dad, بابا وماما, work during the day. بيشتغلوا خلال اليوم. All my family members, كل أفراد أسرتي, help each other. بيساعدوا بعض. In my house, في بيتنا. يعني كل الأسرة بيساعدوا بعض في عمل responsibilities أو أعمال البيت. Every day, كل يوم, I wake up early, بصحى بدري, and tidy my room وبرتب اوضتي. في هنا اي responsibilities اتقالت؟ tidy my room. هل شادي يقدر يعملها او حتى يساعد فيها؟ tidy my room هو يقدر يرتب اوضته، ما فيهاش مشكله. يرتب السرير بتاعه، يحط حاجاته مكانها، دي سهله يقدر يعملها لوحده. يبقى دي اول responsibility ممكن شادي يعملها. تعالوا نكمل. My mom cooks the food for us. Sometimes my big sister Dina and I take care of my little brother Rami while my mom is cooking the food. تاني. My mom cooks the food for us. ماما هي اللي بتطبخ الأكل لينا. Sometimes, أحيانا, my big sister Dina, أختي الكبيرة Dina, and I, وأنا, take care بناخد بالنا my little brother Rami. بناخد بالنا من أخونا الصغير رامي. While my mom بينما أمي بتعمل إيه؟ cooking the food. مامته هي المسؤولة عن عمل الأكل. وأوقات هو وأخته دينا اللي أكبر منه بياخدوا بالهم من أخوهم الصغير رامي لما مامتهم تكون مشغولة في الكوكينج. ها في responsibilities هنا؟ في cooking food وفي taking care of my little brother Rami. شادي يقدر يعمل حاجة فيهم أو يساعد في حاجة فيهم؟ شادي يقدر مع أخته دينا take care of his little brother Rami. دي يقدر يساعد فيها. لما أخته بتحاول تاخد بالها من أخوه هو بيساعدها في إن هم take care of their brother. طيب هل شادي يقدر يكوك فود؟ لا، ده لسه صغير. طب يقدر يساعد؟ برضو لا، هيكون صغير قوي على ان هو يكوك الفود.
يلا نكمل. My mom cleans the house. My sister and I always help mom clean too. My dad always help me to study my lessons. تاني. My mom cleans the house. ماما بتنظف البيت. My sister and I, أختي وأنا, always help mom, دايما بنساعد ماما, clean too, بنساعد ماما في التنظيف. My dad, بابا, always help me, دايما بيساعدني, to study my lessons, إن أنا أذاكر دروسي. إيه responsibilities اللي موجودة في الجزء ده؟ clean the house و study the lessons, صح؟ هو قال إن مامته بتنظف البيت وإن هو وأخته دايماً بيساعدوا مامتهم في التنظيف، يبقى هو بيقدر يساعد في التنظيف، مامته بتعمل ده وهو كمان can help in clean، بيساعد مامته في التنظيف، يبقى responsibility دي شادي بيقدر يساعد فيها. في responsibility تانية اللي هي إيه؟ study my lessons. دي responsibility بتاعت مين؟ بتاعت شادي، لكن بابا بيساعده، يبقى شادي يقدر يعمل الresponsibility دي؟ اه يقدر، ان هو يذاكر دروسه. صحيح بابا بيساعده، لكن هو كمان بيشارك في الresponsibility ديت. تعالوا نكمل. If something is broken in the house, my dad fixes it. Sometimes my dad lets me help him to fix the broken things. Every day, all my family members help each other to prepare our dinner. تاني. If something is broken in the house, لو في حاجة اتكسرت في البيت, my dad fixes it. بابا بيصلحها. Sometimes, أحيانا, my dad lets me, بابا بيسمح لي, to help him, إني أساعده, to fix the broken things, أساعده في تصليح الحاجات اللي اتكسرت. Every day, كل يوم, all my family members, كل أفراد أسرتي, help each other, بيساعدوا بعض, to prepare our dinner, في إن هما يعملوا الغداء. فين responsibilities اللي هنا؟ لو حاجة اتكسرت بيصلحوها, دي responsibility. مين اللي بيعمل الموضوع ده؟ شادي's dad, بابا شادي. لكن ساعات بيسمح لشادي إن يساعده في إنه يصلح الـ broken things. يبقى دي responsibility ممكن شادي يشارك فيها. Fix الـ broken things. صحيح هي مسؤولية بابا، لكن شادي ممكن يساعد فيها في بعض الأوقات. تمام. في هنا responsibility تانية اللي هي prepare our dinner، إن هما يعملوا العشاء بتاعهم أو الغداء بتاعهم. دي كلهم بقى بيشتركوا فيها، كلهم بيساعدوا فيها. يعني ماما عملت الكوكينج، ممكن شادي واخته يحطوا الاطباق، ممكن يحطوا الاكل، ممكن يشيلوا الاكل. تمام. يبقى دي مجموعه responsibilities موجوده في كل اسره، والمفروض ان كل افراد الاسره يشتركوا في responsibilities دي على حسب سنه. يعني شادي ما بيعملش كل حاجه، مش هقول انه يقدر يعمل كل حاجه، but at least بيساعد، يساعد في انه ينظف اوضته، يساعد باباه، يساعد مامته، يعمل الهوم ورك بتاعه، في حاجات ممكن يساعد فيها. يبقى المفروض كل الفاميلي ممبرز help each other in their responsibilities. الاكتيفيتي اللي بعد كده بيقول لي write your family members that can do each of the following responsibilities in your house. Write your family members. هتكتب الفاميلي ممبر أو واحد أو أكتر من واحد، يعني ممكن لو في responsibility ممكن أكتر من واحد يعملها، هنكتب كل الفاميلي ممبرز اللي ممكن يعملوا responsibility دي. That can do each of the following responsibilities، اللي يقدروا يعملوا responsibilities اللي جاية دي in your house. إحنا الفاميلي ممبرز بتوعنا mom و dad وممكن brother وممكن sister، لان هنا بيتكلم على your house. بمعنى تاني ان كل واحد هيحل الاكتيفيتي ده according الفاميلي ممبرز بتوعه. افرض مثلا حد فينا عنده اخوات ولاد بس اكبر منه مثلا، ساعتها هيتعامل على ان اخواته
ولاد ويقدروا يساعدوا في الريسبونسابيلتيز دي ولا لأ؟ عنده اخوات صغيرين اصغر منه ما يقدروش يساعدوا في اي ريسبونسابيلتي. يعني الاكسرسايز ده او الاكتيفيتي ده هيختلف اكوردنج انت عندك مين في الفاميلي ممبرز اللي عندك في البيت. انا هحل الاكتيفيتي ده اكوردنج شادي's فاميلي، على عيلة شادي. احنا قرينا باراجراف وشفنا الريسبونسابيلتيز اللي فيه وعرفنا مين اللي موجود عند شادي. شادي عنده مام وداد وسيستر، اخته الكبيره دينا، وعنده ليتل براذر رامي ده صغنون خالص. فانا هحل الاكتيفيتي ده اكوردنج شادي's فاميلي، وممكن انتوا تحلوه اكوردنج يور فاميلي او حتى شادي's فاميلي، مش هتفرق كتير. هنا في مجموعه من الريسبونسابيلتيز المسؤوليات، وهنا هو كان دو ذات، مين يقدر يعمل ده. اول ريسبونسابيلتي fixing broken things. fixing broken things، نصلح الحاجات المكسوره. مين كان عند شادي مسؤول عن تصليح اي حاجه تبوظ في البيت؟ داد الاب. ومين كان بيساعده؟ شادي. شادي كان بيساعد بابا sometimes اوقات في ان هم يصلحوا الحاجات المكسوره. طيب cooking food، مين اللي كان مسؤول عن كوكينج الفود؟ المام. حد كان بيساعدها؟ لا، هما كلهم كانوا صغيرين في موضوع الكوكينج ده، ما حدش بيساعد ماما في الكوكينج. دي كانت الريسبونسابيلتي بتاعت مام. بعد كده بيقول لي cleaning the house. cleaning the house، تنظيف البيت، دي الريسبونسابيلتي بتاعت مين؟ برضو مام. كان في حد بيساعدها؟ ممكن حد يساعد في الريسبونسابيلتي دي؟ كان دينا وشادي كانوا sometimes بيساعدوا ماما في تنظيف البيت. طيب preparing dinner، preparing dinner تحضير الغداء او العشاء، دي responsibility بتاعت مين؟ بتاعت مام. حد كان بيساعد ماما في الموضوع ده؟ كلهم، كل الفاميلي ممبرز كانوا بيساعدوا في بريبيرينج الدينر. يبقى مام وداد وشادي ودينا، كل الفاميلي ممبر كانوا بيساعدوا في بريبيرينج الفود. يبقى احنا عرفنا ان الاكتيفيتي ده بنأكد على نفس الفكرة بتاعت الدرس بتاعنا، ان الفاميلي ريسبونسابيلتيز مش مسؤولية شخص واحد. ما ينفعش اقول دي مسؤولية ماما انا ماليش دعوة، او دي مسؤولية بابا انا ماليش دعوة. اللي يقدر يساعد في حاجة لازم يساعد فيها، لان دي من الريسبونسابيلتي بتاعتنا كلنا. يعني انت مسؤوليتك انك تساعد اهلك، تمام؟ كل واحد بقى يحل الاكتيفيتي ده ويشوف هو يقدر يساعد في انهي ريسبونسابيلتي من الريسبونسابيلتيز دي. اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشة. تالت تايتل معايا بيقول لي My responsibility in my family. My responsibility in my family، مسؤوليتي انا بقى في الفاميلي. اقدر اعمل ايه؟ الاكتيفيتي بيقول لي put through at responsibilities that you can do in your family، then write a sentence to describe if you can or can't do these jobs. الاكتيفيتي بيقول لي put through، هنحط علامه صح، at responsibilities، على المسؤوليات، that you can do in your family، اللي انت تقدر تعملها في الاسره بتاعتك. Then بعد كده write a sentence، هتكتب جملة، to describe عشان توصف if you can or can't do these jobs، هل تقدر تعمل او ما تعملش الجوب دي. تعالوا نشوف اول responsibility دي ايه. washing clothes، دي غسالة في هدوم، يبقى washing clothes. انت تقدر تعمل responsibility دي؟ Can you do this responsibility in your family؟ لا، مش هتقدر تعملها، لازم حد كبير هو اللي يشغل الغسالة. يبقى احنا ممكن نقول ايه على الفوتو دي؟ I can't
wash clothes. هو قال لي هنا هنديسكرايب بكان او كانت، يبقى I can't، انا ما اقدرش. I can't wash clothes، انا ما اقدرش اغسل الهدوم، دي مسؤولية انا ما اقدرش عليها. تاني responsibility هنا كانت ايه؟ washing dishes، غسيل اطباق، washing dishes. تقدر انت تغسل الطبق بتاعك؟ اه، لو انت اكلت في طبق ممكن تغسله، دي responsibility سهلة ممكن تساعد فيها. يبقى ممكن نقول هنا ايه؟ I can wash my plate. I can wash my plate، اقدر اغسل الطبق بتاعي، دي responsibility انا اقدر اعملها. بعدين دي ايه دي؟ tidy my room، ارتب اوضتي. هل الresponsibility دي انت تقدر عليها؟ اه طبعا، تقدر ان انت تنظم اوضتك بعد ما تصحى من النوم، ترتب السرير بتاعك، تحط هدومك في المكان بتاعها، تحط اللعب بتاعتك في المكان بتاعها، حاجة المدرسة في مكانها، دي responsibility سهلة تقدر تساعد فيها. يبقى I can tidy my room. I can tidy my room، أنا أقدر أنظم الأوضة بتاعتي. آخر responsibility هنا ده إيه ده؟ go to market، نروح السوبر ماركت أو نروح السوق، go to market. هل أنت تقدر تروح الماركت لوحدك؟ لا، مش هينفع، أنت لازم حد يبقى معاك، يبقى responsibility أنت ما تقدرش تعملها. يبقى I can't go to the market alone. I can't go to the market alone، ما اقدرش اروح السوبر ماركت او السوق لوحدي. I cannot go to the market alone، ما اقدرش اروح الماركت لوحدي. الاكتيفيتي ده عايز يقول لي إن صحيح المفروض إن إحنا نهلب our family members in their responsibilities، وإن إحنا كمان يبقى عندنا بعض responsibilities اللي نعملها في البيت، لكن لازم نقدر نحدد أنهي responsibility أقدر أعملها وأنهي ما أقدرش. يعني في حاجات ممكن تمثل خطر عليا، لو عملت cooking مثلا، حاولت إن أنا أخد responsibility of cooking، في هنا تعامل مع النار، ممكن انا اكون لسه مش مستعد ان انا اعمل ده. زي ما شفنا هنا washing clothes، انا لازم اشغل الغسالة يعني كهربا، ممكن انا اكون غير مؤهل لسه ان انا اتعامل مع الاجهزة الكهربائية. ان احنا نروح الماركت لوحدنا، احنا لسه صغيرين، لازم نبقى مع بابا او مع ماما. يبقى في مسؤوليات او responsibilities ما ينفعش ان احنا نخاطر وندخل فيها بهدف ان احنا نساعد اهلنا، يبقى لازم كمان نقدر ايه الريسبونسابيليتيز المناسبة لينا واللي نقدر نعملها من غير ما نعرض نفسنا للخطر. اتمنى ان الدرس يكون لطيف وسهل بالنسبة لكم، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع لسون تول.